السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إذا باع المزارع ثمر النخل، ماذا قلت قبل هذه؟ وسلموا لي. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا باع المزارع ثمر النخل ونسي أن يخرج الزكاة، فهل يشتري زكاة أو يخرجها نقودا؟ وما هي نصاب الزكاة؟ إذا باع الإنسان ثمرة نخله أو زرعه فإنه يخرج الزكاة من قيمته، لأن هذا أقرب إلى العدل، وهذا أنفع للفقراء في وقتنا. فمثلا إذا بعته ب10,000 ريال تخرج نصف العشر، تخرج نصف العشر، يعني 10,000 ريال نصف العشر فيها كم؟ 500 ريال.